مرحبا بكم، كيف الحال؟ اشتقت لكم، جئت ومعي الفراشة التي كانت في المحاضرة الأولى. هل ننطلق معا في رحلة القصة لنعرف ما سيحدث بعد عبور جسر قوس قزح؟ بعد عبور الطفلين لجسر قوس قزح، وجدا أمامهما منظرا رائعا، كأن الأشجار الملونة تستقبل الطفلين بالترحاب. الطفل أخبر الطفلة: لقد كنت حزينة قبل قليل لأنك لا تجدين بيتك، ولكن الآن من الجيد أنك أصبحت سعيدة. وقالت الطفلة: نعم، قبل قليل كنت حزينة، ولكن قابلت صديقا جديدا وقابلت الطبيعة الجميلة، لذلك أنا سعيدة وأشعر بالإثارة لمعرفة ما سأقابل في المستقبل. نعم، بعد عبور جسر قوس قزح شاهد منظرا رائعا. هل نرسم أشجارا ملونة؟ ما رأيكم؟ هيا نرسم ونحن نشعر بالإثارة مثل الطفلة التي تشعر بالإثارة. والآن هيا نرسم من وسط الصفحة إلى الأسفل بشكل طويل ولكن مائلا قليلا. لنرسم في الجانب وننزل للأسفل هكذا، وبالعكس كذلك للجانب أيضا. نعم، هذا هو الطريق. هل تتذكرون مفترق الطرق عندما رسمناه المرة الماضية بشكل جانبي؟ كان هذا المنظر الجانبي له، واليوم نرسم المنظر الأمامي له. لنتخيل أننا نقف هنا والطريق يمتد أمامنا مباشرة. كلما يبتعد الطريق كلما يكون أضيق، والجزء الأمامي يبدو واسعا، صحيح؟ الآن هيا نكمل الرسم. في هذا الجانب نرسم الأشجار بشكل جميل هكذا. أولا نرسم جذع الشجرة بشكل مستطيل، والآن نرسم الفروع حول جذع الشجرة على شكل مستطيلات صغيرة في الجزء الأعلى. وفي الخلف نرسم جذوعا أشجار أخرى ولكن أصغر. والآن نرسم فروعا أخرى في الخلف ولكن أصغر أيضا. نعم، هل نرسم في هذه الناحية أيضا؟ هيا نرسم جذعا شجرة على شكل مستطيل. وفروع الشجرة أيضا أصغر ويخرج منها فروع أصغر. لذلك هيا نرسم مستطيلات أصغر هكذا. نعم، وخلفها أيضا نرسم جذع شجرة ويخرج منه فروع أصغر. بعد ذلك نرسم أوراق الشجر، الأوراق تكون منحنية. من الصعب رسم أوراق الأشجار واحدة بواحدة، لذلك نرسم شكلا منحنيا وداخله سيمتلئ بأوراق الشجر. والآن سوف أغير اللون.
انتهينا من الأشجار، ولكي لا يكون طريقنا مملاً سنرسم نمط الأرضية بشكل خفيف. هل يبدو هذا مثل الأرض؟ والآن سنرسم نمطاً للأرض بلون غامق أكثر. ممتاز! ما رأيكم أن نلون بألوان مائية هذه المرة؟ هيا نحضر وعاء الماء والفرشاة وطبق الألوان. أولاً نضع الماء، ثم نغمس الفرشاة في الماء، ثم من أي جزء نبدأ التلوين؟ هيا نلون الأرض أولاً. في المرة السابقة استخدمنا كل الألوان، صحيح؟ نعم، لذلك الألوان أصبحت جافة، وعندما نلمسها نشعر أنها صلبة. ولذلك الآن وفي الحالة الصلبة ندلك الألوان بالفرشاة المبللة، وبهذا تذوب الألوان ويظهر لونها، وبالتالي يمكن تلوين الأرضية مباشرة. نلون هكذا بشكل متسع، ومع التلوين ستجف الفرشاة. لذلك مرة أخرى نبلل اللون بالماء لكي يذوب. نعم، هذه المرة سنخلط قليلاً من اللون البرتقالي، نجعله يذوب قليلاً أولاً، ثم نخلطه مع اللون الأحمر الغامق. نخلطها هكذا، ولأنها ألوان متقاربة فسينتج لوناً جميلاً جداً. نخلطها ثم نستمر في تلوين الأرض. نعم، انتهينا من تلوين الأرضية، لذلك هيا معا نلون الأشجار. الأشجار لونها مثل لون الأرض، ولذلك هيا نلون الأشجار هكذا. لا نحتاج إلى دقة كبيرة لكي لا نخرج خارج إطار الشجرة، ولكن حاولوا البقاء داخل إطار الشجرة بقدر المستطاع. نعم، انتهينا من تلوين الأشجار، لذلك هيا نلون أوراق الشجر الآن. والآن نلون أوراق الأشجار، ولكن لن نلونها بخلط الألوان بالماء، ولكن سنلون بها مباشرة وبأيدينا. والآن نستخدم البرتقالي والأصفر والأحمر. هل أخرجتم الألوان المائية هكذا؟ بعد ذلك
نلون بإصبع اليد لنظهر أوراق الشجر. نستخدم اللون الأصفر أولاً لأوراق الأشجار. يمكنكم استخدام اللون الذي تحبونه أكثر. وإذا نقص اللون، يمكنكم إضافة أكثر. ثم سأضع إصبعي في اللون البرتقالي ثم ألون، وبهذا سيختلط مع اللون الأصفر. نعم، أوراق الشجر تصبح أجمل تدريجياً. يوجد طريقة للتلوين بالفرشاة، ولكن حتى بالتلوين بإصبع اليد تكون النتيجة رائعة. لهذا هيا نلون بعض الأوراق الجميلة بالأحمر. نعم، هكذا نلون بثلاثة ألوان، وأنتم أيضاً يجب أن تجربوا بألوان أخرى. نعم، والآن نلون الخلفية أخيراً، السماء باللون السماوي. هكذا نلون السماء باللون السماوي. ولا يجب أن نجعلها أغمق باللون الأزرق، فقط يمكنكم تجربة أي لون تحبونه. نعم، لوننا ناحية السماء، ثم في الأسفل نلون العشب باللون الأخضر المصفر. ويمكن إضافة كثير من اللون الأخضر، وهنا أيضاً بالأخضر. نعم، كله، وهكذا انتهت. ما رأيكم عن المحاضرة؟ الرسومات رائعة، لأنه يمكننا تلوينها هكذا بألوان متنوعة. وأتمنى أن تحاولوا رسم الأشياء التي تحبونها، ليس الأشياء التي أعلمها لكم فقط. سيمكنكم إنتاج رسومات رائعة. تطلعوا إلى المرة القادمة أيضاً، وإلى اللقاء.